مرحبا بحضراتكم مشاهدينا، اولى فقرات حلقتنا النهارده. نخيل البلح بيعتبر من اهم محاصيل الفاكهه اللي ممكن نستفيد منه من الناحيه الاقتصاديه، من الناحيه التصديريه، وايضا من الناحيه التصنيعيه. واشجار النخيل بشكل عام من الاشجار الكريمه جدا اللي نقدر نقول ان احنا بنستغل كل جزء منها في شيء معين، سواء في انتاج التمور بنستفيد منها في انتاج التمور، سواء ان احنا بناخد منها بعض الاجزاء مثل جريد النخيل بيدخل في بعض الصناعات اليدويه وغيرها وغيرها من الاستخدامات العديده. للاسف شديد اشجار النخيل بتتعرض لبعض الاصابات زيها زي اي نوع من الاشجار او النباتات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، ومن اخطر هذه الاصابات اللي بتصيب اشجار النخيل هي سوسه النخيل الحمراء. عايزين نتكلم النهارده عن هذه السوسه، ونتكلم تحديدا عن الادوات المستخدمه والمتبعه لمكافحه هذا النوع من الافات الخطيره اللي بتهدد طبعا وجود اشجار النخيل عندنا في مصر وفي بعض الدول. هيخليني يعني ارحب في هذا اللقاء بضيفنا الكريم دكتور خالد ابن الوليد، استاذ المكافحه الحيويه. اهلا بك يا دكتور. صباح الخير. اهلا وسهلا بك يا فندم. صباح الخير. يعني دكتور، قبل ما نتكلم عن الادوات المستخدمه والمتبعه والاساليب المتبعه لمكافحه سوسه النخيل الحمراء، خلينا كده ناخد من حضرتك ملخص سريع جدا لهذه السوسه، ايه هي وايه هي الاصابات اللي بتقوم بيها في اشجار النخيل؟ هي سوسه النخيل الحمراء من الافات اللي تتبع الكليوبترا او غمديه الاجنحه، يعني نقول زي الخنافس. دي آفة جت لمصر من التسعينات، بداية التسعينات أو آخر الثمانينات، عملت مشكلة كبيرة جدا لأن هي جت بدون الأعداء الحيوية بتاعتها أو بدون الأعداء الطبيعية. فدخلت مصر فبدأت تنتشر بداية من منطقة القصاصين في الإسماعيلية، وعملت مشكلة كبيرة جدا لأن هي آفة خفية. الآفة ما بتبانش مشكلتها غير بعد حدوث إصابة وتطورت وخلاص النخلة هتموت. فهي مشكلتها كده، ان هي بدايه كمان ما كانش عندنا الخبره لسه بالافه ديت في بدايه الزمن ده، فبدات عملت مشاكل كتيره جدا. الطور الاكبر او اللي يسبب الطور الضار اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو اليرقات، لان هي ليها اجزاء فم قارضه بتاكل الانسجه اللي جوه النخل. فطبعا بتتغذى على الانسجه اللي هي تعتبر هي كل حاجه بالنسبه للنخله، هي المواسير، هي نقاط الاتصال والارتفاع الغذاء والماء والى اخره. فديت هي بتخلص عليها وبتاكل كل الانسجه، لدرجه النخله مع اي شويه هواء بتلاقي النخله اتكسرت، بقت زي الانبوبه المفرغه واتكسرت ووقعت على الارض. فهي دي سوسه النخيل باختصار. طبعا بدات تنتشر بشكل كبير جدا لان هي بتطير لمسافات بعيده. كل المعلومات دي ما كانتش موجوده عندنا في البدايه، في بدايه الاصابه في مصر، فعملت لنا مشكله كبيره جدا. انتقلت مع الفسايل بالطيران، ما كانش عندنا الثقافه ديت ان في عندنا اصابه بالمنظر المرعب ده، لحد ما انتبهنا وبدانا نشتغل عليها باتجاهات كتيره جدا جدا. ومن التسعينات لحد دلوقتي طبعا الموضوع ما انتشرش بس عندنا في مصر، لا ده منتشر تقريبا على مستوى الخليج العربي كله. دول البحر الابيض المتوسط، حوض البحر الابيض المتوسط، وسط امريكا، وسط استراليا، يعني اتسجلت في اماكن كتير جدا، شرق اسيا طبعا مليانه كلها. فالقصة كلها ان انت بدأ يحصل تجارب وشغل كتير جدا جدا على الآفة دي، وقبل منظمات عالمية زي الفاو مثلا دعمت الموضوع بشكل كبير جدا. فبدأ يحصل دراسات عليها لحد ما وصلنا للوقت الحالي اللي احنا فيه، بقى في عندنا طرق للعلاج ومبيدات للعلاج. فده اللي احنا موضوع حلقتنا اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. صحيح. ان احنا عندنا دلوقتي تنوع كبير جدا جدا بالنسبه للادوات المستخدمه في المكافحه والمبيدات المستخدمه للمكافحه. ولكن انا كمزارع انا هعمل ايه؟ يعني انا عندي كل واحد او كل شركه بتقول انا بنتج احسن منتج اكس دوت عشان ده احسن حاجه للسوسه للمكافحه، للمكافحه، والشركه الثانيه بتنتج اله او طريقه معينه. فاحنا الحل بتاع سوسه النخيل الحمراء مش هيجي من خلال شركه واحده او منتج واحد او طريقه معينه. عندنا الموضوع متفرع بشكل كبير جدا، فاحنا الحلقه النهارده نحاول ان احنا نعمل كومباينيشن، يعني خليط. صحيح. ما بين كل الادوات المتاحه، لان سوسه النخيل ليها درجات في الاصابه. ومش كل طريقه بتنفع مع الاصابه اللي موجوده. يعني الطريقه محدده بتنفع مع اصابه بدرجه معينه. تمام. طب خلينا دكتور كده نمسك بقى كده مستوى الاصابات من الاقل للاعلى، ونعرف طريقه مكافحه كل مرحله من هذه المراحل الاصابه. تمام. هو طبعا احنا الاول انا لما يعني عملت المحاضره حطيتها بطريقه ان انا بقول ان احنا عندنا اصابه بدرجه معينه بيستلزم معاها ادوات معينه. نعم. فهنشرح الادوات وفي الاخر خالص هنقول ان الاداء اكس تنفع مع الحاله دي. تمام. اول حاجه احنا عندنا الاصابه طبعا في سوسه النخيل، في عندنا حشرات كامله اللي هي الذكر والانثى اللي بيطيروا،
وفي اليرقات الطور اليرقي اللي هو بيبقى موجود جوه النخله. الحشرات الكامله ديت الاول عشان نسيطر عليها لازم بنشتغل بحاجه اسمها المصايد. المصايد دي اتطورت بشكل كبير جدا جدا، بقى عندي فيه حاجه اسمها المصيده الجافه والمصيده التقليديه اللي احنا اللي بيشتغل بيها المزارعين من زمان. مش هنتطرق كتير للاليه بتاعه العمل بتاعه كلها واحده فيهم لان احنا اتكلمنا فيها قبل كده، ولكن احنا اللي يهمني ان انا عندي مصيده ببدا اوجهها ازاي. في اختلافات كتير على موضوع المصيده وهي سلاح ذو حدين. المصيده بالنسبه للمزارع في منطقه ما فيهاش اصابه فهي بتتحط لمده اسبوع عشان تشوف المنطقه دي فيها اصابه ولا لا، يعني حاجه استكشافيه. تمام. لو فيها اصابه فالمصيده بتجذب السوسه جواها فيبقى عارف انا عندي في اصابه بالسوسه قريبه مني. فببدا اخد الاحتياطات بتاعه الوقايه. انا اوريدي او انا بالفعل موجود جوه منطقه مصابه، فالمصيده بتتحط عشان تجمع حشرات كامله ذكور واناث بتخليني احافظ على النخيل بتاعي، لان اوريدي الحشرات الكامله دي لو ما جاتش على جوه المصيده هتيجي على النخل بتاعك. صحيح. الناس كتير يقول لك طب انا بجيب من اللي جنبي، طب ما هو اللي جنبك عنده اصابه ولكن لما تطير من عنده هتيجي على عندك. تمام. فانت بتحمي نفسك وبتحمي اللي جنبك. ودايما بنستخدم المصايد لما تكون على سكيل واسع او يعني مساحه واسعه بتكون مفيده جدا جدا جدا. يعني بتخلي المنطقه كلها تقريبا بتبدا تقل فيها تعداد الاصابه بشكل كبير جدا. فدي بالنسبه للمصيده، يا اما استخدمها كاستكشافيه يا اما استخدمها كطريقه من طرق العلاج ان انا بصطاد الحشرات الكامله. ولكن هل دي كافيه لوحدها؟ لا طبعا. في عندي النقطه الثانيه بقى النخيل اللي مصاب بالفعل. يعني انا عندي نخيل اتصاب بالفعل فببدا اشتغل معاه بطرق عشان اكافح الاصابه اللي موجوده جوه الجذع بتاع النخله. طيب انا بشتغل ازاي؟ عندي طبعا بعد التطور في العلم والاستكشاف قال لك ان احنا في عندنا طريقتين. زمان قوي اول ما اشتغلت انا حتى بموضوع السوسه كنا بنعمل ثقوب بمسمار وبنحط مواسير بلاستيك وبنحط فيها المبيد فوق مستوى الاصابه ب 15 20 سم بشكل ثلاثي او مثلث يعني، وببدا احط فيها المبيد وخلاص. صحيح. طبعا الطريقه ديت ما كانتش كافيه ووافيه لان الحشره او اليرقه لما بتخش جوه جذع النخله انت بتشوف من بره شكل الاصابه ولكن انت من جوه مش شايف هي مش شايف هي راحت فين. هل هي طلعت فوق نزلت تحت راحت يمين راحت شمال، وبالاخص لما يكون عندك الجذع كبير. فبتبدا تشتغل ان انت التطور بعد كده اشتغلنا ان احنا نحقن المبيد دوت بضغط. فبدا عندي طريقتين، طريقه تحت ضغط اوتوماتيك وضغط يدوي. في طريقه بقى يعني بقى عندي ترومبه بمكبس يدوي بحط البشبوري وبعمل الثقوب وبضغط ضغط يدوي عشان اوصل المبيد جوه الجذع. الضغط فايدته ايه؟ طبعا في الضغط دوت يعني ما بينزلش عن 2 بار ل 3 بار ماكسيمم. بشتغل الضغط ده عشان انشر المبيد جوه الجذع النخله من الداخل تمام. ويمشي مع الاماكن اللي فيها الانفاق. كل ما يكون في عندي انفاق كل المبيد بينتشر بيتضغط تلاقي حركه الضاغطه بتاعتك او المكنه بتاعتك سريعه وسهله. ولكن اول ما بتحس ان المكنه تقلت في ايدك فمعنى ذلك ان المبيد بدا يشبع الانسجه وبدا يملا الانفاق اللي موجوده. تمام. فده بنستخدمه مع الاصابات المتوسطه والاصابات المبدئيه يعني اللي لسه حديثه في البدايه. في بعض الاوقات ممكن اشتغل اصلا الاصابات الحديثه ديت ان انا بقطع بعمل عمليه كشط كده ميكانيكي لو لسه الاصابه حديثه، بروح خابط بالبلطه بروح شايل الجزء اللي حصل فيه الاصابه وبتعامل مع الجزء اللي انا جرحته، برش مبيد بعمل خلطه بحطها على مكان الاصابه عشان طبعا مكان الاصابه ده بيطلع كرمون، الكرمون بيجذب الحشرات. هل يا دكتور معلش الاصابه ممكن تكون خارجيه فقط يعني لسه ما وصلتش للداخل؟ يعني ممكن لو كانت من على القشره الخارجيه للجذع ممكن يتم ممكن يعني نعملها تتلحق على طول سريعا ميكانيكيا زي ما بقول لحضرتك. كده. وكمان في اصابات ما بتوصلش للجذع اصلا، يعني في اصابات تيجي الانثى بتحط البيض في القلف بتاع او الكرب بتاع الورقه نفسها والحشره والبيض يفقس يطلع يرقه، اليرقه تخش الورقه نفسها وتكمل دوره حياتها جواها. يعني ممكن اصلا ما تخشش الجذع. فطبعا ده بيحصل في اوقات كتير في الموضوع ده. فبشيل مجرد ان انا بشيل الورقه ديت فخلاص انت تعتبر الاصابه مش موجوده عندي. فالحاله اللي انا بقول بشتغل تحت ضغط ميكانيكي تحت ضغط ميكانيكي اوتوماتيك او يدوي، فانا بشتغل بحقنات بحقن المبيد اضغطه جوه جذع النخله عشان ينتشر داخل الانفاق وينتشر جوه الانسجه حتى السليمه، فانا بجبر المبيد يخش ينتشر جوه. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى دلوقتي الاصابه لو متقدمه، في اصابات بتبقى اصابات متقدمه. الاصابات المتقدمه دي بشتغل بيها بطريقه حاجه اسمها التبخير.
الاصابه المتقدمه دي معناها ايه؟ ان انا ببقى عند الاصابه وصلت ان هي بقى في عندي ثقب كبير موجود جوه جذع النخله، فبحط الاقراص بتاعت التبخير اقراص الفوسفوتوكسين وبحطها جوه جذع النخله وبقفل عليها ببلاستيك زي موجود في الصور برضو اللي هتتعرض، بقفل عليها بكيس بلاستيك ودي بسيب المبيد يتسامى او يتبخر جوه الجذع فبيملى لي الانفاق اللي موجوده جوه الجذع وبيموت لي الاطوار اليرقيه اللي موجوده. طبعا باخد بالي من نقطه كويسه قوي، احنا معانا دكتور على الهواء هو صور تلقائيه. دي طرق بقى الحقن الميكانيكي، دي اول لا نجيب الصوره اللي بعد منها، ممكن الصوره اللي بعدها. دي وسائل المكافحه اللي احنا بنشتغل بيها زي ما قلنا المصايد في الاول وبعد كده عملنا حقن موضعي. ادي شكل المصايد، في المصياده الجافه اللي على اليمين والمصياده التقليديه اللي على الشمال، الاثنين بيشتغلوا. دي الطرق اللي زمان كنا بنشتغل بيها. بنحط مواسير بلاستيك، بنعمل ثقب بالدريل او الشنيور، ودي بعد منها بشويه عملنا طبعا الطريقه ديت للي ما عندهوش شنيور. ديت ماكينات الحقن اللي موجوده بتشتغل اوتوماتيك، وزي ما احنا شايفين هنا في الصوره دي ان المبيد مع الحقن بدا يخرج من الانفاق اللي موجود فيها السوسه، فبيعمل انتشار جيد جدا للمبيد لان احنا كنا شغالين في الاصابه دي من تحت مثلا وبدا المبيد يطلع من فوق على بعد متر. بعد كده دي من ضمن الاجهزه اليدويه الاوتوماتيك برضو، في طبعا الجهاز اللي على اليمين فوق ده جهاز مصري، اختراع مصري. دي اجهزه متطوره شويه، دي اكثر تطورا. دي طريقه التبخير اللي بقول لحضرتك عليها. ان انا بحط الاقراص في المنطقه دي، في شايفه الفتحه قد ايه في الجذع، بحط الاقراص وبقفل عليها بالكيس البلاستيك زي ما هو واضح كده. طبعا اقراص فوسفوتوكسين دي اقراص خطره جدا. هنستنى شويه على مبيدات المكافحه بقى. زي ما بيقولوا اقراص فوسفوتوكسين دي اقراص خطره، التعامل معاها لازم يكون ليه احتياطات امنيه او احتياطات امان كتيره جدا، عشان نسبه قليله جدا منها ممكن تؤدي الى موت المستخدم ليها. فطبعا دي نقطه مهمه لازم اي مزارع ياخد باله، في حرص في الاستخدام، حرص جامد جدا طبعًا في الاستخدام طبعًا. فدي كده الطرق العامه اللي موجوده. انا عندي اصابات خفيفه قلنا بنكشط وبنرش مبيد بعد منه، متوسطه ومتقدمه الى متوسطه الى متقدمه ممكن نستخدم الحقنات تحت ضغط بيحقن المبيد وينشره. الحاله الثالثه لو اصابه متقدمه بالمنظر ده بنحط اقراص الفوسفوتوكسين. طيب دلوقتي احنا حطينا ثلاث انواع من الطرق للمكافحه، كل حاله تتناسب مع الظروف بتاعتها، ولكن ايه هي المبيدات بقى اللي هتنفع مع كل حاله من الحالات اللي احنا شغالين فيها؟ اول حاجه احنا هنقسمنا المبيدات مبيدات كيميائيه ومبيدات عضويه. المبيدات الكيميائيه دي زي المبيدات اللي بتشتغل بالملامسه، المبيدات اللي بتشتغل جهازيه يعني بتشتغل مع ميه الري بيضيفها المزارع مع ماء الري وبتنتشر جوه جذع النخله. وفي بعد كده الاقراص اللي احنا اتكلمنا عنها. اول حاجه مبيدات الملامسه بتشتغل بشكل ممتاز جدا في موضوع الحقنات. تمام. يعني اقدر احقن المبيد اللي شغال بالملامسه جوه النخله فبينتشر فبيلامس جسم اليرقه والحشره الكامله فبيؤدي الى موت الاطوار دي. المبيدات الاميده او الماده زي الاميده كلوبرايد اللي هي المبيدات الجهازيه ديت بيبقى عليها شويه تحفظ. ليه؟ لان احنا في صوره هنا لو جبناها يعني قبل ديت استاذن زملائنا في الاعداد لو ممكن نرجع بالصور كمان، نرجع تاني. نرجع كمان. ايوه دي. أيوة. تمام. لو الصوره دي اللي فاتت، ايوه دي. ايوه دي نسبه على دي. الصوره دي زي ما احنا شايفين. طبعا المبيد بنضيفه مع الجذع تحت، تمام، مع الجذور تحت اسف، بيبدا ينتشر جوه النخله باستخدام بالميه بيطلع لفوق. ولكن لما يكون عندي اصابه متقدمه زي اللي احنا شايفينه العرض اللي احنا عاملينه ده، عندي انسجه متاكله بسبب وجود اليرقات جوه الجذع النخله. طيب المفروض ان المبيد دوت بيحتاج انسجه سليمه يمشي فيها. فالمبيدات الجهازيه بتيجي عند النقطه اللي فيها قطع نتيجه التاكل ده وبتقف، ما بتكملش، ما بتكملش، ما بتكملش الانتشار. فالنتيجه اللي حصل دوت ان هي انا عليه اسم حطيت مبيد كيماوي ومبيد جهازي ولكن ما وصلش او ما اداش دوره، ما وصلش لجوه للمكان اللي فيه اليرقه اللي يقدر يموتها او الحشره الكامله اللي نظرا لتاكل الانسجه. نظرا لتاكل الانسجه هو فكان في تحفظ على المواد المستخدمه ديت لان ما بيأديش الدور، وطبعا في دراسات كتيره اتعملت على النقطه دي، ما بيأديش الدور المطلوب منه ان هو يكون جهازي. فاحنا استخدمناه كناس بتشتغل في الفيلد، استخدمناه برضو بالحقن، يعني ماده زي الاميدا كلوبرايد استخدمناها بالحقن وبالفعل جابت نتائج كويسه، ولكن مع كجهازيا ان هو يمشي او اي مبيد جهازي، مش الاميدا كلوبرايد بس، اي مبيد جهازي بالنسبه لسوسه النخيل لن يكون مجدي بنسبه كبيره. تمام. تمام.
نقطة برضو مهمة عشان برضو ما ننساهاش بتاعت الأميداكلوبرايد. الأميداكلوبرايد في بصفة عامة عليه تحفظ في الاستخدام، لأن هو الأثر المتبقي ليه بيفضل لها تقريبا 6 شهور. يعني لو أنت استخدمته بيفضل المبيد يوصل للثمار، والثمار دي تفضل موجود فيها المبيد لمدة 6 شهور. فدوت بيبقى أمر صعب إن أنت تقدر تكمل بيه أو تشتغل بيه في فترة مثلا من شهر 3 ما تقدرش تحقنه، ما تقدرش تحطه. لان انت خلاص عندك في شهر 9 المنتج بيطلع، فممكن تلاقي اثر للمبيد موجود في الثمار الموجود. تمام. نرجع بقى للنقطه بتاعه المبيدات. زي ما قلنا احنا اشتغلنا بمبيدات الملامسه بتشتغل تنفع بطريقه الحقن، زي ما قلنا المبيدات الجهازيه وديت بتشتغل برضو حقناها، وبتشتغل في ان احنا نعملها نضيفها للفسائل الصغيره. يعني الفسائل الصغيره السليمه ممكن نضيف عليها، نضيف في الوقايه بتاعتها الاميداكلوبرايد على اساس تبقى جوه جذع النخله، ما عندكش مشكله، ما عندكش ثمار، الانسجه بتاعتها سليمه، فتقدر ايه تكون في ده نوع من الوقايه علشان المرض او الاصابه ما ينتقلش للفسيله النخله الصغيره. بالظبط. تمام. نخش بعد كده لثالث حاجه، المبيدات العضويه. تمام. المبيدات العضويه احنا اتكلمنا قبل كده في اللقاء هنا قبل كده عن النماتوده والفطريات الممرضه للحشرات. ولكن في نقطه بقى توجه جديد، ان احنا بنشتغل بالمستخلصات النباتيه والزيوت العطريه. المستخلصات النباتيه والزيوت العطريه دي مواد موجوده بالفعل في البيئه بنتعامل معاها احنا كل يوم. بنبدا احنا نستخلص المواد الفعاله اللي موجوده جوه النباتات ديت، وقعدنا اشتغلنا عليها فتره طويله تقريبا 9 سنين عشان نطلع حاجه كومباينيشن ما بين مستخلصات نباتيه وزيوت يكون فعال ضد سوسه النخيل. وطبعا الطريقه زيوت المستخلصات النباتيه ديت احنا حقناها بالحاقنات تحت ضغط منخفض ديت جوه جذع النخل. وكان ليها نتائج، يعني لو الاستاذ يجيب لنا الصور اللي هي حضراتكم بس نستعرض الصور، اللي هي في الاخر خالص اللي بعد منها كمان. ايوه دي المستخلصات النباتيه والزيوت العطريه زي ما احنا شايفين كده. ايوه هنا بدايه من هنا. دي كده زي ما حضرتك شايفه على كف ايدينا اهوت يرقه ميته بعد 15 يوم من الحقن. على الصوره اللي تحت مجموعه يرقات بعد تشريح النخل. لو استعرضنا باقي الصور حاطين احنا تاثير المستخلصات النباتيه، ده هنا اليرقات جوه الجذع بعد التشريح. شرحنا نخيل. دي يرقات مطلعينها من جوه الجذع ميته تماما زي ما احنا هنا شايفين، برده يرقات وبرده موجوده على الحشره الكامله. دي هنا على الحشرات الكاملة. وموجود على العزارة برضو. فمعنى ذلك ان انا عندي دلوقتي حلول للمشكلة بتاعة استخدام المبيدات. انا عندي المبيدات ما اقدرش استغنى عنها، والمكافحة الحيوية انا بضطر اشتغل بيها. يعني مثلا احنا دلوقتي طبعا في مصر او في جميع الدول التارجت الاساسي لانتاج التمور التصدير. صحيح. تمام. فانا دلوقتي عايز اصدر، فعشان اصدر لازم يكون عندي البي اتش اي او المتبقيات بتاعه المبيدات في الثمار تكون زيرو. طب اعمل ده ازاي؟ فلازم يكون عندي حلول بديله، لان في بعض الدول انا كنت في زياره قريبه لبعض الدول ان هو توقفوا عن الرش تماما من شهر 3 او شهر 4. طيب جينا بعد ما لما جمعوا المحصول النخله متدمره بسوسه النخيل. لان هو ما عندوش او خايف يستخدم اي مبيد كيميائي يكون ليه اثر او يرشه فيكون ليه اثر متبقي موجود في المحصول. فبالتالي عشان ياخد محصول السنه دي ممكن يضحي بالنخله. تمام. فاحنا الكومباينيشن بقى بين او التركيبه المختلطه ما بين المجموعه اللي احنا قلناها من المبيدات ومن المصيده ومن الطرق الحقن، هنقول كده نقط للمزارع انت لازم تعمل حضرتك يا سياده المزارع توليفه ما بين كل الطرق دي. صحيح. انت المصيده في منطقه مصابه، ومعظم المناطق دلوقتي مصابه، يعني معظم المناطق مصابه بسوسه النخيل. انت في منطقه مصابه بتستخدم المصيده سواء التقليديه او سواء الجافه حسب امكانياتك، بتشتغل بيها، بتحطها عندك وعند جارك بيحطها، بتبدا تجمع حشرات كامله. الحشرات الكامله ديت بتخلصك من مشكله كبيره جدا جدا. صحيح. تمام. يبقى انت هتحط في المقام الاول عندك معاك المصيده. الحاجه الثانيه، انت عندك الاصابه في موجود نخيل مصاب بالسوسه. طب النخيل المصاب بالسوسه ده هتتعامل معاه ازاي؟ زي ما قلنا بالحقنات، الحقنه تحت ضغط منخفض في يدويه خفيفه وسهله وبتطبق بسهوله جدا، مش محتاجه تكنولوجيا عالي. وعندك بتحقن بمبيدات. المبيدات اللي انت بتشتغل بيها انت اللي بتقرر. انا دلوقتي في شهر 11 او في شهر 12 ممكن اشتغل بالاميداكلوبرايد لو انا عايز اشتغل بالاميداكلوبرايد. انت بتشتغل بمواد زي فيها ماده الكلوروبايروفوس. فانت بتقدر تشتغل، يعني مثلا هنا دي احد الحقنات اهي. تمام. الحقنات اهي دي الدكتور عاطف عليوه
تمام، دي حقنه يدويه زي ما احنا شايفين هنا، دي حقنه يدويه تمام. فانا بقى بشتغل بالطريقه دي بطريقه الحقن تحت ضغط اللي هي اللي احنا معروضه قدامنا ديت، بشتغل بيها وبحط فيها مبيد، سواء بقى انا بشتغل لو انا مثلا مزرعه اورجانيك فانا بشتغل مبيد حيوي تمام من الاصل. لو انا مزرعه مش اورجانيك باجي اشتغل في الوقت ده مكافحه بطريقه الضغط، بستخدم مبيد كيماوي كلوروبيروفوس اميدا كلوبرايد اللي موجود، مع الاخذ في الاعتبار ان فتره البي اتش اي او الاثر المتبقي للمبيد. طيب خلصنا خلاص، انا في مرحله الحقن خلصت اللي عندي الاصابه متوسطه او خفيفه وحقنت، لا انا عندي الاصابه عاليه متفاقمه كبيره زي ما شفنا اللي فيها الثقب الكبير ده، بشتغل بالاقراص وبروح اقفل النخله بالبلاستيك. يبقى انا كمزارع بحدد الاليه اللي هشتغل بيها صحيح وفقا للنخله وفقا لامكانياتي كمان كمزارع. الامكانيات سهله على فكره، الحاجات مش غاليه اللي احنا بنتكلم فيها دي، حاجات مش غاليه وفقا لظروف النخله. انا عندي دلوقتي النخله فيها اصابه متقدمه، ما اقعدش بقى انا اقول انا هرش من بره وهتخف، لا ما اقعدش اقول انا هحقن وهتخف، لا مش هتحقن وهتخف، لان هي اصابه متقدمه مهما حقنت هتلاقي الاصابه موجوده فوق بعيده جدا وهتستهلك معاك كميه مبيد كبيره جدا جدا. تمام، يبقى انا بستخدم الطريقه الاسهل وبحط الاقراص. انا بشتغل حقن، بشتغل مبيد كيماوي او مبيد طبيعي. لما المبيد الطبيعي شفنا نتائجه عامله ازاي، النتائج فوق الممتازه. بحيد قصه التاثير بتاع المبيد على الثمار وعلى التربه وعلى المستخدم وعلى اولادنا وعلى الحشرات التانيه، فانا عندي مبيد طبيعي بريح نفسي كتير جدا جدا في التعامل معه. طب دكتور اسال حضرتك سؤال يعني لفت نظري، التاثير المبيد سواء كان طبيعي او كيميائي، هل الفتره اللي بيأثر فيها او بيجيب نتيجه فعاله بتختلف من الطبيعي للكيميائي؟ طبعا طبعا. المبيد الطبيعي بياخد شويه وقت اكتر لان انت بتتعامل مع مواد، لان هي مواد طبيعيه، مواد طبيعيه على ما بتشتغل ما بتشتغل وهو يعني التارجت دايما او المبيد الطبيعي اللي احنا اشتغلنا بيها والمستخلصات والزيوت النباتيه اللي احنا اشتغلنا بيها ديت تاثيرها بيكون بالملامسه ولما بيلامس الجزء الكيوتيكل او جسم الحشره من بره فبيعمل اذابه للكيوتيكل والدهون اللي موجوده جوه الجسم. تمام. لما اليرقه بتتغذى على الانسجه اللي فيها المبيد فالمواد ديت بتخش جوه المعده الجد بتاعتها وبتعمل اذابه للدهون اللي موجوده فيها. زي ما احنا شفنا الصوره ان تلاقي الحشره طالعه متبططه خالص، يعني الدهون اللي فيها تقريبا مش موجوده. فده بياخد وقت غير طبعا المبيد الكيميائي. المبيد الكيميائي بيشتغل على جهاز عصبي، بيشتغل على واتيفر الطريقه بيشتغل بيها، ولكن هو بيشتغل على ان هو يموتها في لحظتها. فطبعا هو كمزارع انا عايز اخلص من المشكله، ولكن مش واخد باله ان حتى مع تكرار استخدام المبيد الكيميائي حصل عندنا مناعه. صحيح. انا في احد الدول بيستخدموا الاميدا بالكلوبرايد مثلا، الشركه موصيه ب 60 ملي للنخله يتحطوا على 3 شهور. لا هو بيستخدم 250 ملي للنخلة وما بقاش في نتيجة. حصل مناعة كبيرة جدا من الحشرات اتجاه الإصابة، اتجاه المبيدات المستخدمة في المكافحة. فحضرتك يا سيادة المزارع تاخد بالك انت شغال في ايه وهتشتغل المشكلة قدامك حجمها قد ايه، وعلى اساسه انت بتقرر هشتغل بالطريقة واحد او الطريقة اتنين او الطريقة تلاتة اللي احنا قلناهم. هستخدم اجهزة حقن تحت ضغط، لا هستخدم الطريقة بتاعت زمان ان انا بحط بعمل ثقوب وبحط المبيد وينزل بانتشار الجاذبية الارضية. يبقى لو هتشتغل حتى بالطريقة دي بتزود عدد الثقوب، ما تخليش الثقب بتاعك كبير. يعني في الوادي الجديد عملوا طريقة بيحطوا جيركن وبيطلعوا منه خراطيم زي بتاعت الجلوكوز او في المستشفى دي، وبقوا عملوا مثلا 10 12 خرطوم موزعين على جذع النخله. تمام. انا معاهم يعملوا ثقب رفيع وعميق، يحطوا ثقب رفيع وعميق ويعملوا كتير 10 12 ثقب دولت، مش هيأثروا على جذع النخله. ما حدش يقول لك ده الثقوب بتأثر، لا احنا بنشتغل بالبنطه او الريشه اللي بنشتغل بيها 8 ملي و10 ملي. تمام. مش حاجه بسيطه جدا. فبيحطها وبتلاقي المبيد ينتشر جوه جذع النخله. ده بياخد وقت اطول في ان هو يحصل على نتيجه، او حتى ان هو ممكن بعض الاوقات يلاقي فيه اصابه لسه موجوده لان هو ما اتضغطش وما انتشرش. نعم. غير بقى الحقنات، الحقنات بتضغط وبتنشر المبيد جوه الجذع بشكل كبير جدا. فانت حسب امكانياتك، المزارع حسب امكانياته بيحاول بقدر الامكان. يعني احنا مثلا في جهاز مش برقم كبير يعني ب 8000 10000 اللي هو الحقن اليدوي ده، لو 5 6 مزارعين 10 مزارعين اشتركوا فيه حتى هيبقى تكلفته على كل واحده تبقى رقم ضعيف جدا، وكل واحد يعمل النخل المصاب اللي عنده. وتبدا تنتقل الثقافه ان احنا نشتغل بتكنولوجيا. صحيح. يعني لازم ده شيء مهم جدا، لازم نواكب العصر في التكنولوجيا. الحاجه المهمه كمان النقطه بتاعه الوقايه. صحيح.
الوقاية دايما خير من العلاج. الوقاية يعني طبعا خير من العلاج. انا كمزارع يا اما عندي لما باجي اشتري فسيله، نبدا من الاول خالص من نقطه الفسيله، باجي اشتري فسيله او هزرع فسيله، لما بجيبها بنقعها في مبيد فطري ومبيد حشري لمده ربع ساعه، مع الاخذ في الاعتبار ان النقع ده ان الميه ما توصلش منطقه القلب بتاعه الفسيله عشان ما يجيش جواها ويحصل اعفان. تمام. بعد كده باخدها ازرعها وبتبدا اشتغل معاها. طيب بعد كده بشتغل معاها ازاي؟ بعد خلاص ما هي بدات تنمو ويحصل نمو في الفسيله، بتبدا هي تكون عرضه، لان الفسائل الصغيره بتكون الانسجه بتاعتها غضه، فبتكون عرضه اكتر للاصابه بالسوسه من حتى النخيل الكبير. فبتبدا بتكون عليها هجوم من السوسه. انا بعمل ايه عشان اريح نفسي؟ بعمل رشه وقائيه. الرشه الوقائيه بقى انت هتشتغل حيوي او عضوي او تشتغل كيماوي، فانت بتجيب مبيد حشري بتشتغل بيه بترشه على الفسيله دي، ماكسيمم كل بكتير قوي يعني كل شهر ونص شهرين حسب الظروف الجويه، لان طبعا المبيدات بتتاثر بالحراره طبعا. فبتبدا كل شهر ونص تبدا تعمل رشه وقائيه. بعد ما بتعمل الرشه الوقائيه خلاص بتتابع الفحص المستمر. اول خطوه في علاج سوسه النخيل الحمراء هي الفحص المستمر. صحيح. بقول يا ناس يا اخواننا المزارعين ما تكسلش، كل 15 ل 20 يوم شهر بالكتير قوي لازم تكون عينك لفت على المزرعه كلها وفحص دقيق. لان انت لازم تبقى عارف شكل الاصابه عامل ازاي وعينك تاخد عليه وتبدا تشوف هي شكل الاصابه على كامل الجزع، ومحدش يقنعك ان هي الاصابه بتيجي في اول متر بس او اول متر ونص اطلاقا. الاصابه ممكن تيجي في القمه الناميه، فانت لازم تبص على النخله من فوق لتحت. حتى لو هتستعين بحد من اللي هم بيكربوا النخله او بيقلموا النخل يفحص لك النخل من فوق. فدي نقطة مهمة جدا. تاني حاجة بعد ما بعمل رش الوقائي بالمبيد الحشري أو المبيد الطبيعي، أو بعمل طريقة تانية بتكون أكثر يعني أسهل شوية، بعمل خليط ما بين الكبريت الميكروني وبودرة مبيد كيميائي زي الملاسيون مثلا بنسبة 1:1، وبعفر جزء النخلة كله من القمة للقاعدة. بعد ما بخلص جمع المحصول خلاص وبفحص تماما ان ما عنديش مشاكل، ولو عندي مشكله عالجتها خلاص، ببدا اعمل الوقايه ديت وارش كامل او اعفر كامل جذع النخله بالتركيبه او الخليط ما بين المبيد الكيميائي والمبيد اللي هو الميكرون والكبريت الميكروني والملاسيون، وبعفر بعفاره عشان اقلل في التكاليف ويعمل توزيع كويس على كامل جذع النخله. فانا بعمل دلوقتي عمليات الوقايه. طيب انا ايه اصلا اللي بيخلي عندي السوسه تيجي لي انا بالزبط. يعني راجل ايه الاسباب اللي بتخلي السوسه تيجي عندي؟ انا دلوقتي خلاص عندي عندي كل الحلول موجوده واي مزارع يقدر يشتغل بيها. طب اصلا انا في منطقه او في مكان الحمد لله ما عنديش سوسه. طب احافظ على نفسي ازاي ان ما تجيليش سوسه؟ انت في اجراءات بتعملها انت مش واخد بالك منها، انت كمزارع بتعملها عادي، انت بتعود تعملها، لكن هي ممكن تكون اخطاء غير مقصوده. هو اخطاء مش واخد باله منها لان هو ما كانش عنده الحشره دي. ما كانش عنده ثقافه بيها. فبيعملها زمان كنا بنعملها عادي جدا وما كانش عندك مشكله. يعني دلوقتي مثلا انا خلاص داخل على الشتاء اهوت، انا في شهر 11 خلاص هقلم بدري شويه عشان ايه الناس اللي بتوع التقليم ما بيبقوش فاضيين والكلام ده، فيروح جاي مقلم دلوقتي. لا دلوقتي لسه في حراره، الحشرة بتاعت سوسة النخيل الحمراء ليها نشاط، النشاط ده طول ما في حرارة، طول ما هي الحشرة كاملة في حالة نشاط وطيران. انت جيت قلمت دلوقتي، لما بتقلم بتقطع بتعمل جرح في النخلة فبيطلع كرمون يجذب لك الحشرة الطايرة دي وتعدادها كبير، ولكن لما تيجي تعمل الحاجة دي في شهر 12 وواحد اخر 12 واول واحد لحد نص واحد موجودة حشرة سوسة النخيل، ولكن بتعداد اقل كتير جدا، فاحتمالات الاصابة بتكون اقل. وغير كده انت مجرد ما بتعمل الجروح ديت اوتوماتيك على طول لازم تعمل عمليه رش وقائي، لازم عشان تغير ريحه الكرمون اللي خارجه من النخله. صحيح. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت جمعت المحصول خلاص دلوقتي، فعندك متبقيات من التمور وقع في الحوض تحت موجوده فوق في السمار على الجذع، فديت مع نزول شويه مطر بتعمل تعفنات، بتعمل ريحه كرمون، بتروح جايبه لك الحشره لحد عندك تاني. عمليات التقويس اللي بتشتغلوها اللي بيشتغلها المزارع، عمليات التشويك، اي جرح بيتعمل على النخله لازم مباشره بشتغل مع مبيد كيميائي او مبيد طبيعي، بغير ريحه النخله. اي ريحه، اي مبيد، اي حاجه بغير ريحه النخله عشان الكرمون اللي طالع دوت يقف. لما باجي افصل الفسائل، لما باجي افصل الخلاف الرواكيب اللي بتبقى موجوده على الجذع،
لازم بعمل يعني في شفت الموضوع دوت او شغالين بيه في بعض الدول، بعض الدول زي السعوديه مثلا بيعملوا خليط من الجبس اللي هو بتاع المباني بيبقى تقيل قوامه تقيل كده، وبيحط معاه مبيد كيميائي او طبيعي، وبيحط معاه ملح، وبيحط معاه كبريت ميكروني، وبيدهن مكان المنطقه اللي قطع منها سواء بقى اللي كانت مصابه لا مش المصابه، انا دلوقتي بشيل الفسيله من جنب الام، مكان القطع الفسيله بالظبط كده، بشيل الفسيله من جنب الام او بشيل الركوب من على الجزء، فبيبقى في مساحه كبيره موجوده ما فيها جرح، فدي بتطلع ريحه كرمون قويه جدا، فبدهن بفرشه وبروح داهن المكان دوت وحوالين منه بخمسة او 10 سم حوالين منه تامينا، سواء الركوب مكان نزع الركوب او مكان نزع الفسيله، وبنساه تماما خلاص، ما بيبقاش عندك قلق، بيبقى المنطقه دي مقفوله. فهو الجرح حصل وانت عالجته على طول، والكلام ده يحصل يا جماعه بعد الموضوع على طول. يعني مش لما اخلص جمع الفسائل بتاعه المزرعه كلها، لا انا شلت الفسيله دلوقتي بعديها بنص ساعه واحد ماشي بالجردل بالتركيبه دي اللي بقول عليها وبيشتغل بيها. فمعنى ذلك ان انا عملت وقايه للسوسه للنخله من انها تجيلها سوسه. الحاجه الثانيه دايما في عمليه الرش او عمليه التعفير، لما يكون في عندي فسائل او عندي رواكيب بركز على النقطه ديت، لان هي نقطه ضعف ما بين الام وما بين الفسيله او الركوب. صحيح. يبقى في مثلث كده موجود في النص، ده سهل جدا الانثى بتخش جوه وبتحط البيض بتاعها. فانا ضروري جدا لما باجي ارش مبيد بملى الحته دي كويس قوي، لما باجي اعفر املى الحته دي كويس قوي، قلب الفسيله من فوق وقلب الركوب، ده منطقه طريه جدا دايما املاهم برضو في وانا بشتغل. فدي احتياطات كده سريعه جدا. صحيح. انت كمزارع تاخد بالك منها، هتلاقي نفسك ان شاء الله بعيد عن موضوع السوسه. حضرتك دكتور سعدنا بوجود حضرتك النهارده معانا، وافدتنا كثيرا بمعلومات كثيره جدا حول طرق واساليب مكافحه سوسه النخيل الحمراء، وبتمنى ان كل المزارعين والمشاهدين اللي شافونا النهارده يستفيدوا. طبعا الناس اللي يعني عندها يعني مزارع خاصه بنخيل النخيل او اشجار النخيل يستفيدوا طبعا ويطبقوا هذه التعليمات والتوصيات، لانها اكيد هتفيدهم بشكل كبير في الوقايه من الاصابه بسوسه النخيل الحمراء. شكرا لحضرتك جزيلا يا فندم. شكرا ليك دكتور خالد ابن الوليد، استاذ المكافحة الحيوية. مشاهدينا فاصل قصير، وبعد الفاصل يعود مع حضراتكم من جديد زميلي محمد تركي وفقرة جديدة في حلقتنا النهاردة، انتظروا.